بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. ممكن نكون اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن موضوع الإيفنتس واستخدمنا الإيفنت أون كليك. رح نتكلم عن طريقة ثانية تقدر من خلالها تتعامل مع الإيفنت لسنر إن الجافا سكريبت، والطريقة دي جدا جميلة وبتوفر عليك أمور مختلفة وهنحاول نستعرضها سويا مع بعض كده. انا عندي في ملف السكريبت دوت جي اس وابتدي اكتب بشكل مباشر، اكتب البرنامج اللي انا هعمله يا جماعه بسيط جدا، ما في اي شيء غير ان انا عندي بوتون، البوتون ده لما اضغط عليه هيطلع لي مسج بوكس او هيطلع لي زي اليرت، الاليرت ده مكتوب فيه كلمه معينه. القصد من القصه ديت انا ممكن اعملها بالاون كليك، لكن احنا عايزين نستخدمها نعملها بطريقه مختلفه اللي هي الاد ايفنت ليسنر. تمام كده، البوتون واخد اي دي ومكتوب فيه كلمه شو مسج، وادي نص الرساله اللي موجوده. وطبعا البوتون ايه هو شغال دلوقتي عشان عملت ايه كنترول اس، انا خليني اعمل كنترول اس على الملف اللي تشوفه سكريبت وعمل ريفرش. طبعا هو ايه ما في اكسكيوتنج لاني ما في اي جافا سكريبت كود، فهنحاول نضيفها دلوقتي. انت عايز البوتون ده ينادي على مين؟ ينادي على المستند، فنروح نقول له يا دوكيومنت دوت عايز ايه؟ عايز اجيب عنصر، هقول له get element by id، الاي دي بتاعي كان مكتوب عباره عن بوتون، اسم البوتون نفسه سي. اوكي تمام، ماي بوتون يبقى دوكيومنت اي، انا عايز انادي على ماي بوتون. حلو الكلام، اوكي بعدين هبتدي احط دوت، وبعد الدوت هبتدي اضيف الاد ايفنت ليسنر الطريقه بتاعي، فهقول اد ايفنت ليستنر، وهفتح البرنتسيس واقفلها اخلص الموضوع بسيمي كولن. تمام كده، دي الطريقه اسمها اد ايفنت ليستنر، يعني بدل ما انا كنت بحط ايفنت جوه البوتون واكتب اون كليك هبتدي احط الميثود اد ايفنت ليستنر. اوكي جميل، وديت يا جماعه عليها ثلاث بارامترز. اول بارامتر بيكون عباره عن الايفنت نفسه، وفي الايفنت ده احنا مش محتاجين بقى اون، احنا ممكن مش محتاجين اون ولا مون ماوس اوفر أو لا بنكتب بشكل مباشر. مثلا هنشتغل على الديفولت، هنشتغل على الكليك، الحاجات البسيطه، حاجه بسيطه. تمام كده اوكي، وابتدي احط كوما، وبعد الكوما هبتدي احط بقى ايه الحاجه اللي انا عايزها. تمام كده، والحاجه اللي انا عايزها ديت ممكن تكون فانكشن، ممكن تكون اي شيء، ولنفرض احنا هنخليها فانكشن دلوقتي. تمام، وانا هقول له كانها انونيمس فانكشن بشكل مباشر كده يعني، و اقول مش هسميها اسم معين. تمام، انا هسيبها فاضيه واحط جواها جوا البادي بتاع الفانكشن هقول له ايه اليرت، انا عايزك تطلع لي اليرت، والاليرت ده هحط جوا منه كلمه مثلا هاي بس مش اكتر، مش هضيف فيها حاجه ثانيه. لو انا عملت كنترول اس على الكلام ده ورجعت عملت ريفرش وضغطت هلاقي اني طلع لي المسج بوكس بتاعي. ديت اختصاره كبيره جدا لامور كتير. تمام، هنحاول نتعاملها بشكل بسيط. انا استخدمت اد ايفنت ليسنر ومعاها بارامترز هي بتحط لها ثلاث بارامترز، احنا ركزنا على بارامترين اثنين. البارامتر الاولاني بيكون عباره عن الايفنت، والايفنت ده ساعتها احنا مش محتاجين نقول اون، ممكن يكون في انت عارف ان في ايفنتس كتير، انا مش محتاج اون كليك او مون ماوس اوفر، او انت مش محتاج اون، بتكتب الايفنت بشكل مباشر، وبعدين الفانكشن اتسلف. فاحنا استخدمنا الفانكشن بتاعتنا بشكل بسيط، حطينا فيها مثلا جمله اليرت. ده بالنسبه للاد ايفنت ليسنر ميثود، يا رب اكون وفقت التوضيح المفهوم، حاول تطبقها اكتر من مره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.